فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إمام مسجد يصلي بالناس، بينه وبين الجدار من المحراب تقريبا متر ونصف. يقول: إمام مسجد يصلي بالناس وبينه وبين جدار المحراب متر ونصف تقريبا، هل يستوجب إيجاد سترة في هذا الفراغ البالغ متر ونصف؟ حددوا يكون بينه وبين الجدار ثلاثة أذرع، ما أدري وش تعادل من الأمتار. إذا كان مقدار ما بينه وبين الجدار 3 أذرع فلا بأس بذلك، يكون الجدار سترة له. نعم.